مخيمات بأكملها دمرتها عاصفة مدارية ضربت محافظة مأرب ليلة البارحة مع أمطار غزيرة استمرت ساعات. هذا المشهد لم يكن بجديد على تدمير المخيمات، فقبل 3 أشهر تسببت أمطار وسيول غزيرة بإلحاق أضرار كبيرة في مخيمات النازحين، وراحت ضحيتها 5 أشخاص. لم يكن تعويض النازحين بقدر حجم الدمار، ومع هذا تمكنت الأسر من إصلاح مخيمهم الممزق. مع وصولنا للمخيم كان المشهد أشبه بساحات للمناورات العسكرية، خيام ابتعدت على بعد مسافات من موقعها، وأدوات قد تطايرت على أرجاء المكان، ونظرات لأسر عاجزة عن استيعاب الموقف. ظلت أجسادهم يؤخذها البرد طول ليلة البارحة، في حين قيادات الدولة تشاهد هذه المشاهد وكأنها بدولة أخرى. لقد جاءت العواصف والأمطار وهي المرة الثانية ولم نستلم خيم، وقد لنا من 3 أشهر وأزيد وبعض الأسر لم تستلم مخيمات ولا أي مأوى، وكان داخل هذه الخيمة أحد الأطفال ولقده الآن انتقل إلى الرقود في المستشفى، ونرجو من المنظمات أن تنزل تمسح بنفوسها، وأن المناديب لم يسلموا لنا أي حاجة حق المحافظات، وباقي معنا هنا حوالي 4 أسر أو 5 لن يستلموا أي خيمة منذ 4 أشهر. حصل لنا ريح ومطر عاصف يعني شلت الخيام، ونذقت بالخيام واضطررت في جحا الأطفال والمعوقين مستغلوا يهربوا ولا شيء، اضطرروا بعض الناس يساربهم لما تشفى العشي. لم تبحث هذه الأسر على مناصب الدولة ولا مكاسبها بقدر ما تبحث عن لقمة عيش كريمة وموطن خالي من أزيز الرصاص، فتركوا مناطقهم وصولا إلى هذه الأماكن لعلهم يجدونها آمنة، فوجدوا واقع الحال أشد مرا، طقس متقلب ما بين حر وقر وغلاء لا يطاق في المعيشة، مع غياب شبه تام لدور المنظمات الإغاثية التي تاجرت بحقهم كثيرا. خيام خيرات يعني تشلطت ودمرت وشلت شباك وجرحوا أطفال، وكان قد ماتوا هؤلاء أصحاب الخيمة، هذا انتقعت الخيمة فوقهم، وناس قاروا من جيرانهم وانقذناهم وخرجناها من داخلها، وعدة خيام مش هذا الخيمة أو شبكة، عدة شباك وعدة خيام، ندعو المنظمات كامل الإغاثة تضير على مخيم النازحين في سويدة وفي الخير وفي مخيم صنعاء وفي كل المخيمات، وليس هذا المخيم، ولكن شفنا منظمة بالليل نشوف أنهم بيغيروا ينقذوا الأطفال، ينقذوا لنا الذي شلت شباككم من مأواهم، ولا جلسوا بدون مأوى في الحدبي، ما حد ينقذهم ولا حد شبح فيهم، كلهم في العرى جلسوا. من أنقاض مخيمات النزوح ترتفع أصوات الاستغاثة من أسر النازحين لإنقاذ أطفالهم ونسائهم من الكوارث الطبيعية التي تلحق بهم وتحسين وضعهم المعيشي، مع تفعيل الدور الميداني للمنظمات الإغاثية الذي بات تواجدهم أسماء على ملصقات لا غير. كانت هذه الخيمة آخر ما تبقى من الوطن الممزق التي بعثت به ميليشيات الحوثي وأطماعا أخرى لا تريد إنهاء الحرب، تحوي عائلة بائسة ضاقت به الأرض درعا، وباتت اليوم بلا وطن وبلا مأوى. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، مخيم سويداء محافظة مأرب.